السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله النهاردة هنشتغل جزء كبير شوية. انا هقسم المحاضرة النهاردة او هقسم الفيديو النهاردة لجزئين. الجزء الاولاني هنتكلم فيه عن الاسئلة اللي تخص جزء دكتور بشوي، نخلصها تماما. يبقى احنا كده اللي هو طبعا خاص بالبنك اللي هي الاختياري، واحنا كنا خدنا لحد في الميد تيرم لحد السؤال رقم 60، فيعتبر معظم جزء دكتور بشوي احنا كده تقريبا شرحناه. فاللي باقي في البنك هم تقريبا 4 أسئلة بس، دول اللي باقيين من جزء دكتور بشوي. وهبدأها بإن أنا الأول هشرح الباقي من جزء دكتور بشوي، بحيث لما نيجي نحل السؤال الاختياري يبقى مفهوم بالنسبة لكم، فيبقى احنا كده قفلنا جزء دكتور بشوي، تمام؟ الجزء الثاني هنتكلم، هحل سؤال مقالي من ضمن أسئلة جزء دكتور إبراهيم طنطاوي. يبقى إن شاء الله احنا هنبدأ كده الأول بأسئلة البنك، الجزء الخاص بدكتور بشوي، وهنشرح الباقي من جزء دكتور بشوي عشان نخلصه. امبارح أنا كنت وقفت معاكو أو كنت خلصت معاكو كريبس سايكل تقريبا، وكنت اتكلمت عن السيتريك اسيد سايكل او الكريبس سايكل، وقلنا انها بتطلع طاقه عن طريق خروج الناد اتش والفاد اتش 2، تمام؟ فلو نيجي نشوف بس سريعا كده عشان يبقى الموضوع ده خلص تماما، هنلاحظ هنا ان مثلا من خلال الجلايكولوسيس طلع لي كام الجلايكولوسيس اللي بتحدث طبعا في السيتوسول. الجلوكوز اتحول فيها لبيروفيت، تمام؟ الاثنين جزيء من البيروفيت. نلاحظ كام اي تي بي طالعه، عشان لما يقول لك ايه الفرق بقى من الجملتين دول، يقول لك كام جزيء اي تي بي طالعه، ولما يقول لي الفرق ما بين ان هو يقول لي كام جزيء اي تي بي طالع من الجلايكولوسيس، ولما يقول لي كام قد ايه الطاقه كلها كتوتال اللي طالعه من الجلايكولوسيس. ناخد بالنا من الجزئيه دي جدا. لما اقول كام جزيء اي تي بي طالع من الجلايكولوسيس يبقى هما 2 جزيء فقط، تمام؟ امال ايه اجمالي الطاقه لما قلنا 8 اجمالي الطاقه؟ لان انا طالع من الجلايكوليسيس كمان ناد اتش. فاكرين لما طلع عندي 2 جزيء من ناد اتش، وناد اتش ده عباره عن 3 اي تي بي، والاثنين 2 ناد اتش يعني 2 في 3 ب 6، يبقى طالع كده 3 6 اي تي بي مع الاثنين الاي تي بي اللي هم طالعين اساسا من الجلايكوليسيس الصافيين، فيبقى 8. فعشان كده احنا بنقول اجمالي الطاقه اللي طالعه من الجلايكوليسيس عباره عن 8 اي تي بي. ان انا حولت الناد او حسبت الناد اتش اللي هم كانوا 2 وكل واحده ب 3، تمام؟ فبقوا كده طالعين الناد اتش كلها عباره عن 6 اي تي بي مع الاثنين الاي تي بي الاساسيين اللي كانوا طالعين برضو من الجلايكوليسيس. طيب يبقى انا لما اقول كلمه كام اي تي بي جزيء اي تي بي صافي طالع من الجلايكوليسيس هقول 2 اي تي بي، تمام؟ طيب لما جينا بقى نشوف البيروفيت، ولما دخل البيروفيت في السيتريك اسيد سايكل هنلاقيه ان طالع منه كام ناد. ادي اول حاجه خالص لما البيروفيت اتحول لاستايل كوي انزيم ايه، فطلع عندي ناد اتش، تمام؟ ادي ناد بلس هتحول عندي ناد اتش، ادي واحده. بعد كده دخل الكريبس اهو، يبقى في حاله تحويل البيروفيت للكوي انزيم ايه او ستايل كوي انزيم ايه، بقى عندي ناد تحولت لناد اتش، خلاص؟ دخل ستايل كوي انزيم ايه في كريبس سايكل، طلع عندي كام ناد؟ ادي 1 2 3، يبقى كام ناد اتش طلع؟ 3، يبقى دي 3 وادي 1 يبقوا 4، خلاص؟ وطلع جزيء اي تي بي وطلع جزيء فاد اتش 2، تمام؟ يبقى من الكريبس سايكل ادي 4 ناد اتش، 1 اي تي بي و1 فاد اتش 2. يبقى لو جينا نحسب اجمالي الطاقه بقى اللي طالعه من الكريبس سايكل، هلاقي ان في عندي 3 ناد اتش اللي هم شفناهم لوحدهم كده، اللي هم دول 3 ناد اتش اللي هم دول، تمام؟ خلاص، زائد وطالع معانا 1 فاد اتش 2، تمام؟ ال 3 ناد اتش بكام اي تي بي؟ ب 9، 3 في 3 ب 9، تمام؟ وال 1 فاد اتش 2 ده ب 2 جزيء اي تي بي، يبقى الواحد ب 2، تمام؟ وواحد جي تي بي، واحد جي تي بي بيطلع لي 1 اي تي بي، تمام؟ والناد اتش الاولانيه خالص اللي كانت طالعه من تحويل البيروفيت لاستاركو انزيم ايه فادينا 3 اي تي بي.
يبقى التوتال كله كام؟ 15 اي تي بي. خلاص؟ طيب وبما ان انا داخل لي 2 جزيء من البيروفيت يبقى هضرب الاثنين في ال 15 يدينا 30 مع الثمانيه اللي هم كانوا طالعين من الجلايكوليسيس كلهم، تمام؟ فبقوا 38 اي تي بي خارجين من 1 مولكيول اوف جلوكوز. خلاص؟ كده انا قلت لكم بالنسبه لحسابات الطاقه اللي طالعه من العمليه كلها سواء الجلايكوليسيس مع السيتريك اسيد سايكل. بعد كده بقى الحاجه الجديده اللي احنا ما اتكلمناش عنها خالص هي البنتوز فوسفيت باسوي او البي بي بي 3 بي اهو بي 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 او بسميها لكسوز مونوفوسفيت شنط. يعني المسمى ده او المسمى ده او ايفر الاثنين زي بعض، يبقى لما اقول بنتوز فوسفيت باسوي او هيكسوز مونوفوسفيت شنط، تمام؟ طيب ايه تعريفه بقى؟ تعريفه ان انا الهيكسوز مونوفوسفيت ده او هيكسوز مونوفوسفيت شنط ده بيطلع طاقه، تمام؟ هو الطريق الاخر من عمليه التمثيل الغذائي برضو للجلوكوز ولكن ما بيطلعش اي تي بي، لكن بيطلع ناد بي اتش. وايه كمان؟ بيطلع ناد بي اتش وبنتوز 5 فوسفيت، بنتوز 5 فوسفيت واذر شوجر فوسفيت، تمام؟ يبقى الهكسوز مونوفوسفيت شنط ده عباره عن ايه؟ ده الترنيتيف باس واي، يعني طريق اخر لايه؟ للميتابوليزم اوف جلوكوز، ولكن ما بيطلعليش اي تي بي، ده بيطلع لي ناد بي اتش وبنتوز 5 فوسفيت، بنتوز 5 فوسفيت وشوجر فوسفيت اخرى، اذر شوجر فوسفيت، تمام؟ طيب ده انهي انواع الانسجه اللي بتطلع فيها او بيحدث فيها البي بي بي؟ طبعا الانسجه اللي ما بيحصلش فيها مثلا او ما فيهاش ميتوكوندريا عشان ما بيحصلش فيها السيتريك اسيد سايكل زي الاريثروسايت مثلا، زي اللينس، زي الكورنيا سيلز، ايه كمان؟ زي الرابيد ديفايدنج سيلز اللي هي الخلايا اللي بتتكاثر بسرعه زي البون مارو والسكان والانتستينال ميكوزا، تمام؟ زي مثلا اللي بتطلع الخلايا المسؤوله عن تكوين الفاتي اسيد زي الليفر وداي اديبوس واللاكتيتنج والميموري جلاند، كل دي خلايا. وبرده عندي اللي بتستخدم في تكوين الكوليسترول والسترويد هرمون والادرينال جلاندز والليفر الجونادز، تمام؟ كل دي خلايا بتحدث فيها الفوسفيت اللي هو البنتوز مونوفوسفيت شنط، الهكسوز مونوفوسفيت شنط او اللي بنسميها بنتوز فوسفيت باسوي، بسميها بنتوز فوسفيت باسوي. طيب انا عندي طريقتين، خلاص؟ في اوكسيديتيف فيس او طريق اوكسيديتيف في حاله وجود الاكسجين، يعني ده بيدينا دي الرياكشن دي بتدي نت بي اتش والرياكشن بتبقى irreversible، تمام؟ وفي النون اوكسيديتيف فيس الحاله لما بتبقى مش ما فيهاش اكسده ده بيدي ريبوز 5 فوسفيت والتفاعل ده بيبقى ريفرسبل، تمام؟ الاوكسيديتيف ستيبس بقى الخطوات اللي هي بتبقى فيها اكسده، بيبقى عندي الجلوكوز 6 فوسفيت طبعا خلاص حافظينه، طبعا الجلوكوز 6 فوسفيت إيه هيستخدم في وجود انزيم الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، في وجود انزيم الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز هيتحول النات بي، يتحول عندي النات بي اتش، يعني يحصل عمليه هنا ايه؟ ريدكشن، يحصل هنا عمليه ريدكشن، تمام؟ او اوكسيديشن، يعني عمليه اوكسيديشن او اكسده، خلاص يحصل هنا الاوكسيديشن او اللي هو عمليه الريدكشن او اختزال او خروج الهيدروجين، تمام؟ الدي هيدروجينيز، تمام؟ يعني عمل هنا اوكسيديتيف اوكسيديشن، يعني اختزل او طلع هيدروجين، خلاص الهيدروجين اتشالت اهو على النات بي بقت نات بي اتش، وكده انا انتجت نات بي اتش اهو، ادانا مولكيول اسمه 6 فوسفو جلوكونو جلوكونو لاكتون، 6 فوسفو جلوكونو لاكتون، بيبقى ده الشكل بتاعه. هيحصل له هيدروليسيس او يحصل هيدروليسيس للرينج دي بالميه بالووتر، فهيدخل ويكسرها لي ويكون لي ال 6 فوسفو جلوكونيت، 6 فوسفو جلوكونات، بيحصل له برضه اوكسيديشن باي دي كربوكسيليشن بقى ان انا بخرج كربون ديوكسيد، وبرضه النات بي بتتحول عندي النات بي اتش خلاص بواسطه انزيم ال 6 فوسفيت جلوكونات دي هيدروجينيز، ويدي بقى الريبولوز 5 فوسفيت، تمام؟ يبقى انا عندي انتجنا مين؟ انتجنا النات بي اتش في حاله الايه؟ في حاله الاوكسيديشن او الاوكسيديتيف فيس. دي بقى النون اوكسيديتيف فيس،
ودي بتبقى الريفرسابل زي ما احنا شايفين كده. تمام. اهميه بقى، عايزين نشوف البايوكيميكال امبورتنس، اهميه الاتش ام بي او الهكسوز مونوفوسفيت شنت اهميته ايه. هو انتاج اللي هو مهم جدا، او برودكشن اوف بنتوز، انتاج البنتوز. تمام، انتاج البنتوز ده مهم في عمليه تكوين او بناء الار ان اي والدي ان اي. تمام، وايه كمان؟ ومهم في بناء النيوكليوتيدز اللي محتاجها الكو انزيم، ايه اللي النيوكليوتيدز اللي هي بتخش في تكوين الكو انزيم. تمام، يبقى ده اهميه الاتش ام بي، او اهميه الايه، ان هو انتاج البنتوز، انه بينتج البنتوز، والبنتوز ده مهم في بناء الار ان اي والدي ان اي، كمان بناء او تكوين النيوكليوتيد اللي محتاجينها او اللي بيحتاجها الكو انزيم. طيب ايه هي انتاج بقى؟ وفي تاني حاجه برضو، تاني حاجه من ضمن اهميه الاتش ام بي، اللي هو انتاج مين؟ انتاج الناد بي، ناد بي اتش. يبقى انتاج البنتوز وانتاج الناد بي اتش. طب ايه اهميه الناد بي اتش؟ اهميته هو امبورتنت في الفاتي اسيد والكوليسترول سينثيز، يعني بيبني الكوليسترول والفاتي اسيد. وفي حاجه بقى مهمه كمان جدا جدا للناد بي اتش، هي البروتكشن، او هو بيحمي السيل ممبرين من تكوين او من تاثير البيروكسايد اللي ممكن يعمل اكسده للممبرين. يبقى هو بيحمي الناد بي اتش ده، بيحمي السيل ممبرين من الهارمفول افكت للبيروكسايد اللي ممكن يعمل اكسده للممبرين. طيب الهيدروجين بيروكسايد ده جاي ازاي؟ جاي لما يكون مثلا عندي الاكسجين في فري راديكال، بيبقى فيه الكترونات مثلا في الوسط، وطبعا في اكسجين داخل الجسم نتيجه عمليه الريسبيريشن، فالالكترونات دي بتروح تتفاعل مثلا او تتحد او ترتبط مع الاكسجين فتحوله لفري راديكال، اللي هو عباره عن سوبر اوكسيد انايون زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده برضو بيحصل لها ربط تاني مع بروتون او مع فري راديكال اخر، وتدينا بقى الهيدروجين بيروكسيد، والمفروض بعد كده بتتفك تتحول عندي الهيدروكسيد راديكال، واخيرا المفروض انها تتحول لووتر. طيب لو هنا اتكون الهيدروجين بيروكسيد ووقف الموضوع على كده وما تحولش الوتر، ايه مشكلته؟ مشكلته ان ممكن يعمل لي مشاكل للسيل ممبرين ويعمل لها دامج. تمام، طيب مين اللي يحمي لي بقى السيل ممبرين من ده؟ هو الناد بي اتش. طب ازاي الناد بي اتش يعمل كده؟ لو نلاحظ هنا عن طريق انزيمز، عن طريق وجود بعض الانزيمات، لو نلاحظ هنا، لو السوبر اوكسيد راديكال اللي احنا شفناه اللي هو الاو 2 ماينس ده، في وجود انزيم اسمه السوبر اوكسيد دي ديسميوتيز، هيدي له اتش، هياخد 2 اتش اهو، ويتحول عندي لاثنين ل اتش 2 او 2 اللي هو البيروكسيد. البيروكسيد ده خطر، ان هو ممكن يعمل اوكسيديتيف دامج للتشو والسيل ممبرين، صح؟ طيب البيروكسيد ده اقضي عليه ازاي؟ بنقضي عليه بان هو في انزيم تاني اسمه جلوتاثيون بيروكسيديز. الجلوتاثيون بيروكسيديز ده انزيم، تمام، بيبقى شكله اللي هو 2 جي اس اتش، بيعمل ريدكشن، ده بيعمل ايه؟ ريدكشن، او ده ريديوسد فورم، فيروح ما اكسد لي ده، خلاص يروح ما اكسده لي، او يعمل له ريدكشن ويقوم محوله لي ل 2 اتش 2 او، خلاص يعمل لي ريدكشن لل H2O2 ويحوله لي ل 2 H2O. طيب لما ده حصل له ايه؟ يعني ان هو بقى اوكسيدايز، اتحول لاوكسيدايز فورم بقى. لما هو ده عمل الريديوز فورم ده من الجلوتاثيون بيروكسيديز، لما عمل ريدكشن لل H2O2 اتحول الاوكسيدايز فورم اللي هو GSSG. تمام، فالسي ال جي اس اس جي ده لازم يرجع يتحول تاني للريديوسد فورم، علشان برضو يلحق يشوف لو في بيروكسيد تاني يقدر يخلصه ويحوله الميه. طيب مين اللي مسؤول عن ده؟ مسؤول عن تكوين الريديوسد فورم، هو الناد بي اتش. يبقى الناد بي اتش، يبقى هنا لما بيحصل الناد بي اتش ده بيعمل ايه؟ الناد بي اتش دوت بيقوم وجوده بيقوم يتحول لناد بي، تمام، ويقوم محول لي الاكسيدايزد فورم من الجي اس اس جي ده، او اللي هو الجلوتاثيون بيروكسيديز، تمام، يحوله لي للريديوسد فورم اللي هو الجي اس اتش، وبالتالي يقدر يتخلص لي من البيروكسيد. يبقى انا كده النت بي اتش حصلت عليه منين؟ حصلت عليه من الباسوي ده، او اللي هو زي ما قلنا الام الاتش ام بي، او اللي هو الهكسوز مونوفوسفيت شنط. تمام،
يبقى انا اهميه الفوسفيت الهكسوز مونوفوسفيت شنط انه انتج لي النات بي اتش. النات بي اتش دوت هيعمل لي، هيبقى وجوده مهم ككو انزيم علشان يحول الجي اس اس جي ده من الاكسدايزد فورم للريديوسد فورم، فبالتالي يقوم الجلوتاثيون بيروكسيديز ده يقوم يعمل ايه؟ يعمل ريدكشن للاتش 2 او 2 وبالتالي يحوله لاتش 2 او. طيب كل ده في وجود برضو انزيم اسمه الكاتاليز، انزيم الكاتاليز برضو في وجود الجلوتاثيون، الاثنين دول بيشتغلوا مع بعض، ما ينفعش واحد يشتغل والتاني لا. في وجود الجلوتاثيون بيروكسيديز ده الكاتاليز ده برضو بيحول لي الاتش 2 او 2 ل اتش 2 او زائد او 2، تمام؟ فده الدور المهم لنات بي اتش. ده برضو زي اللي احنا قلناه بالظبط، او الميكانيزم اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. لو جينا نشوف الريجوليشن بقى للبنتوز باس واي، الريجوليشن يعني البنتوز باس واي اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، مين المسؤول عن الريجوليشن بتاعه؟ يعني انا دلوقتي الاهميه بتاعه البنتوز باس واي انه ينتج لي النت بي اتش، خلاص تمام. طيب انا لو عندي كميه، مين المسؤول؟ الانزيم المسؤول اللي هو اللي كان بينتج عندي النت بي اتش هو الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. حلو قوي كده، حلو، لانه هو اللي حول لي الجلوكوز 6 فوسفيت ل الجلوكوز 6 جلوكونو لاكتون، صح كده؟ طيب انا دلوقتي لو كميه النات بي اتش كبيره، نسبه النات بي اتش كبيره، هل انا محتاج الانزيم ده في حاجه؟ لا. يبقى معنى كده الانزيم ده هيحصل له انهبشن مع زياده مين؟ النات بي اتش. يبقى لما الريشيو بتاعت النات بي اتش على النات بي بتبقى عاليه، ده يعمل انهبشن للانزيم. يبقى مين اللي بيبقى، مين الانزيم اللي مسؤول عن الريجوليشن للبنتوز باس واي؟ هو الجلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز، تمام؟ مع ده معناه ان هو اللي بينتج نات بي اتش. طب لما تكون نات بي اتش عندي كتير قوي هيقوم يعمل لي انهبشن، لان انا خلاص مش محتاج الانزيم ده يشتغل تاني، فبالتالي يعمل انهبشن دي وخلاص كده، يعني الـ الـ العمليه بتقع، تمام؟ ده كده بالنسبه للريجوليشن. طيب عايزين نشوف ايه هي الميتابوليك ديسوردر للبنتوز فوسفيت باس واي. ايه الديسوردر اللي ممكن تحدث في الباس واي ده؟ لما يحصل ديفيشنسي في الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، ايه اللي هيحصل؟ هيؤدي لهيمولايتك انيميا. ليه بيؤدي الى هيمولايتك انيميا؟ مش احنا قلنا ان الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ده هو اللي بيكسر الجلوكوز 6 فوسفيت ويدينا نات بي اتش، تمام؟ والنات بي اتش ده هو اللي هيحمي الممبرين او السيل ممبرين من البيروكسيديز او اللي هو البيروكسيد، هيحمي الممبرين من البيروكسيد اللي هو هيدروجين بيروكسيد اللي هو الاتش 2 او 2، لان الاتش 2 او 2 بيعمل تآكل، خلاص بيعمل تآكل في ودمج في الخلايا، فبالتالي ممكن يعمل انيميا، تمام؟ يبقى يعمل لي انيميا لو الانزيم ده مش موجود، خلاص، لان الانزيم ده هو المسؤول عن تكوين النت بي اتش اللي هيحمي الخلايا من البيروكسيد او الهيدروجين بيروكسيد اللي بيعمل تلف للخلايا وتاكل ليها ويعمل انيميا، تمام؟ طيب في ايه بقى كمان؟ الفافيزم اللي هي انيميا الفول، برضو الديفيشنسي بتاع الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ده، ما يعني لما يقول لك ايه السبب للفافيزم، السبب ليها هو الديفيشنسي اوف جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز مع ايه كمان؟ ده نتيجه with consequent impairment of net pH production اللي المفروض in the blood، اللي المفروض بينتج الايه؟ النت بي اتش فين؟ في الدم، تمام؟ فهنا البيبول with this deficiency can gain anemia as a result of exposure to fava beans. يعني لما بيتعرضوا للفافا بينز طبعا الانزيم ده مش موجود، فبالتالي يحصل لهم انيميا، تمام؟ كده انا خلصت اللي هي اخر محاضره خالص، والمحاضره اللي كانت بتتكلم عن البنتوز باسوي، وده اللي كان فاضل من السيتريك اسيد سايكل.
تاني حاجة هنتكلم عنها، أو هي تعتبر آخر حاجة في محاضرة دكتور بشوي، هي لما جينا عملنا، وفي أول حاجة خالص كنت بكلمكم عن عملية الميتابوليزم أوف كربوهيدريز، قلت لكم إنها هتتم على 3 خطوات. الميتابوليزم أوف كربوهيدريز هتتم على 3 خطوات، اللي هي كانت الجلايكوليسس، بعد كده لما كان الجلوكوز داخل يتحول لبيروفيت، بعد كده البيروفيت هيتحول لاستايل كو انزيم ايه، يخش في سيتريك اسيد سايكل. سيتريك اسيد سايكل كانت بتطلع عندي كو انزيمز اللي هي ماد اتش وفاد اتش 2. الماد اتش بقى والفاد اتش 2 ديت عباره عن انرجي كارير، حاملين للطاقه، تمام؟ فالمفروض الطاقه دي انا عايزها احولها لاي تي بي، فبتخش حاجه اسمها الكترون ترانسبورت شين والاوكسيديتيف فوسفوريليشن، تمام؟ الكترون ترانسبورت شين من اسمها يعني ايه؟ يعني سلسله ناقله للالكترونات، وكلمه اوكسيديتيف فوسفوريليشن يعني بعمل اضافه للفوسفيت جروب، خلاص بعمل اضافه لفوسفيت جروب. نيجي نشوف الكلام ده عباره عن ايه. في عندي طريقتين للاي تي بي سينسز، يعني انا بقى لما بخش الالكترون في، يعني لما جينا نبني او اكون الاي تي بي، في عندي طريقتين، في طريقه دايركت يعني طريقه مباشره، وفي طريقه اندايركت. الطريقه المباشره هي ان انا مثلا السبستريت زي ما قلنا في الجلايكوليسيس، سبستريت بيبقى عليه فوسفيت جروب، خلاص هيدخل له اي دي بي، يقوم يعمل ايه الاي دي بي ده؟ هيقوم ساحب الفوسفيت جروب اللي موجوده على السبستريت، ويبقى يتحول هو لاي تي بي، تمام؟ يبقى هنا يبقى انا كده حصلت على اي تي بي ولا لا؟ حصلت عليها من مين؟ من سبستريت. يبقى هنا سبستريت ليفل فوسفوريليشن، يعني بعمل فوسفوريليشن، بعمل اضافه اي تي بي، تحويل او اضافه الفوسفيت جروب للاي تي بي عن طريق السبستريت. ده دايركت اي تي بي فورميشن زي ما قلنا، وقلنا ان ده بيحدث فين؟ في الجلايكوليسيس وكريبس سايكل. هنلاقي في كريبس وجلايكوليسيس بيبقى فيها سبستريس عليها فوسفيت جروب، لما بدخل الاي دي بي بيقوم ينزع الفوسفيت جروب دي من على السبستريت ويتحول هو لاي تي بي، يبقى انا كده خرجت باي تي بي. طيب الاكسيديتيف فوسفوريليشن بقى، او اضافه الفوسفيت جروب بس بطريقه غير مباشره، ده عن طريق ايه؟ ده عن طريق حاجه اسمها ريدوكس رياكشن، تفاعلات اكسده او اختزاليه، بمعنى ان انا الالكترونات اللي بتبقى متشاله على او الطاقه اللي متشاله، او الالكترونات اللي بتبقى موجوده على الناد اتش والفاد اتش 2 ديت، بتبتدي يحصل لها ريليز، تخرج وبتروح تدور على الاكسجين عشان تعمل لها ريدكشن وتتحول عندي ل H2O، تمام؟ فالحاله دي بيطلع منها بامبنج للبروتونز، خلاص بامبنج للبروتونز. البامبنج للبروتونز دي هتعمل يعني سنس، بتعمل بتزود الاكتيفيشن للفوسفيت جروب، انها تعمل بايندنج مع الاي دي بي وتتحول لاي تي بي. يبقى انا عندي دايركت الاندايركت دي الاي تي بي فورميشن دي بتبقى ازاي؟ زي ما قلنا ان في الكترونات بتروح تدور على الاكسجين عشان تعمل لها ريدكشن، تمام؟ وبعد كده بتخش في الالكترون ترانسبورت شين، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. بس اول حاجه عايزين بس نشرح اللي هو سبستريت ليفل فوسفوريليشن بتبقى ازاي. انا عندي الانزيم اهو، الانزيم بيبتدي ينقل الفوسفيت جروب اهو، ادي البايندنج سايت بتاع السبستريت، والسبستريت هنا شايل الفوسفيت جروب، تمام؟ والناحيه الثانيه من البايندنج ساين في الانزيم عباره عن اي دي بي. اللي بيحصل هنا ان الانزيم هنا، او اللي بيحصل ان الفوسفيت جروب دي بتبتدي تنفصل عن السبستريت، خلاص طبعا في حاله وجود الانزيم ككاتاليست، وبتروح بقى تعمل بايندنج مع الاي دي بي، وبعدين ينفصلوا، فبتبقى في صوره اي تي بي زي ما احنا شايفين. ده كده الدايركت، الطريقه الدايركت لتكوين الاي تي بي، وده بسميها عادي انها سبستريت ليفل فوسفوريليشن. نيجي للاكسيديتيف فوسفوريليشن زي ما قلنا، اللي هي انا عندي الانرجي ستورد اللي بتبقى متخزنه في النات اتش والفاد اتش 2 دي، بستخدمها عشان انتج اي تي بي. ازاي؟ بعملها على الخطوتين، الاكسيديشن ستيب الخطوه الاولانيه اللي هي اكسده، الالكترون ترانسبورت شين الالكترونات بتبتدي تتحرك من الناد اتش زائد اتش بلس، اهي بتروح للنص O2 تتحول عندي لناد بلس و H2O،
نفس القصة بالنسبة للفات اتش 2 برضو بتتحرك تدور على الأكسجين عشان تعمل بايدنج معاه وتتحول لووتر، والفات تبقى فات، الفات اتش 2 تتحول لفات. بعد كده نخش بقى على الفوسفوريليشن ان ستيب، ان هي الاي دي بي بتبقى بيحصل لها اكتيفيشن عشان ترتبط، او اللي هو الفوسفيت جروب ديت بتبقى في طاقه عاليه فبتربط مع الاي دي بي تتحول لاي تي بي. هنلاقي هنا الالكترونات اللي موجوده او محموله على الكو انزيمز نايت اتش وفايت اتش 2 بتبتدي تتحرك في الشين خلال بروتينز، هتبتدي تتحرك في سلسله من البروتين او الكومبلكس بروتين والكو انزيم علشان لحد ما توصل للاكسجين، وبتعمل ويعتبر الاكسجين هنا اكسبتور للالكترونات ديت ويتحول عندي الووتر. تمام، فايه اللي بيحصل بقى في الحاله دي؟ بيحصل هنا جينيريشن بروتون جريدينت، يعني هنا البروتونات اللي بتبقى موجوده في الماتريكس بتاع الميتوكوندريا بتحصل لها اختلال، يعني بتحصل لها تغيير كده او اختلال، لان في تغيير في البي اتش خلاص، فبتعمل بامب، بتبتدي ايه تنضخ فين في البروتون كومبلكس ده وتطلع بره من الانر ممبرين للاوت للانتر ممبرين، وهنشوف الكلام ده كله. طبعا الطاقه اللي طالعه دي بتعمل هنا اكسيديتيف فوسفوريليشن وتنتج عندي الاي تي بي، الكلام ده هنشوفه. طيب عندي البروتينات اللي بتبقى موجوده، لازم بس نعرف الميتوكوندريا هنا، بتبقى موجوده في البكتيريا في البلازما ممبرين، تمام، بتحدث العمليه دي الاكسيديتيف فوسفوريليشن في البلازما ممبرين، تمام. اما بالنسبه ل ده في البكتيريا، انما الاكسيديتيف فوسفوريليشن دي بتحدث في الايوكاريوت سيلز، بتحدث في الانر ميتوكوندريال ممبرين. ولازم ناخد بالنا من حاجه، ان انا عندي في السيل الواحده الخليه الواحده فيها من 500 ل 2500 ميتوكوندريا، تمام، لكن الهيومن اريثروسايت ما فيهاش ميتوكوندريا، اللي هو خلايا الدم الحمراء بالنسبه للانسان ما فيهاش ميتوكوندريا، تمام. ادي شكل الميتوكوندريا، بيبقى فيه اوتر ممبرين، فيه انر ممبرين، في حاجه اسمها الماتريكس، وفي انتر سبيس او انتر ممبرين. هنلاقي الناد اتش والفات اتش 2 اللي ناتجه من الجلايكوليسيس والفاتي اسيد اوكسيديشن والسيتريك اسيد سايكل، كلها بتبقى غنيه بالطاقه او المولكيولز، يعني مولكيولز غنيه بالطاقه، تمام، لانها هي بتحتوي على زوج من الالكترونات، تمام، فبتنقل الطاقه بتاعتها ديت. يعني بتبتدي بقى تعمل الالكترونات دي بتروح تعمل ريدكشن، تمام، للاكسجين فبتحوله لووتر، وبيطلع عندي كميه طاقه، الطاقه اللي بتطلع دي بتعمل جينيريشن او تكوين للاي تي بي. الكلام ده ازاي؟ انا عندي الجزئيه ديت، نعرف بس ان الجزئيه دي لاوتر ممبرين اهو، الانر ممبرين، واللي في النص ده اسمه انتر ممبرين. اللي بيحصل هنا ايه؟ اللي بيحصل فيه الكترون ترانسبورت شين، ادي الالكترونات اهي بتطلع في حاجه اسمها ده البروتين كومبلكس، خلاص ده بروتين كومبلكس، لما بتمشي في البروتين كومبلكس هنا بتروح لحد ما توصل ريتش لمين الاكسجين، تقوم محولاه لميه. اثناء الموضوع ده بيحصل هنا اختلال في وجود البروتون اللي موجوده في الماتريكس ده، تمام، بتاع الميتوكوندريا، فبيحصل لها بامبنج، بتاخد بوتنشال انرجي، بتحصل لها ايه اكتساب لطاقه، وبتقوم عامله بامب فين؟ بتطلع للانتر ممبرين، وبتقوم رايحه لفين؟ رايحه للانزيم ده اسمه اي تي بي سينثيز، تمام، بتدخل فيه، والطاقة العالية اللي في البروتونز دي بتحفز ان الفوسفيت جروب دي تقوم عاملة بايندنج مع الاي دي بي وتتحول لاي تي بي، تمام. وادي فزي ما قلنا هنا ذا فولو اوف الكترونز، انتقال الالكترونات من النات اتش والفاد اتش 2 لحد ما توصل للاكسجين، وبتمشي بقى فين؟ في البروتون كومبلكس، تمشي في البروتون كومبلكس اللي احنا لسه شايفينها اللي بتبقى موجوده في الميتوكوندريال انر ممبرين. ده بيؤدي الى ايه؟ بامبنج اوف بروتونز، زي ما احنا لسه قايلين اهو، بامبنج للبروتون، ادي اندفاع للبروتونز اللي جوه دي، تمام، هيحصل لها بامبنج، تمام، اوت اوف ذا ميتوكوندريال ماتريكس، هتخرج من الميتوكوندريال ماتريكس، تمام.
بيحصل ايه؟ ينتج عنها uneven distribution، يعني توزيع غير متعادل للبروتون gradients، وبالتالي الايه بالـ pH هنا بتختلف، تمام؟ فبيحصل هنا ترانس ممبرين الكتريكال بوتنشال برضو، هنا بتحمل بروتون موتيف فورس، بتحمل بروتون موتيف فورس، دي بقى اللي بتستخدم في تكوين الـ ATP. فهنا ATP is synthesized when protons follow، لما بالبروتون ده بتروح بقى follow back to the mitochondrial matrix، ترجع تاني للميتوكوندريال matrix خلال الانزيم كومبلكس اللي هتمر فيه اللي هو السينثيز، تمام؟ وبالتالي هنا الاكسيديشن او الفوسفوريليشن لل ADP coupled by a proton gradient across mean inner membrane او ميتوكوندريال membrane. وده الشكل بقى يعني اللي هو التوضيح اكتر، ان انا عندي الناد اتش اهي بيخرج منها الالكترونات اللي بتبقى شايلاها، محموله، وهي بتبقى محمله بالالكترونات زي ما قلنا، محمله او غنيه بانرجي الكترونات، شايله طاقه يعني عاليه. الالكترونات دي بيحصل لها فولو خلال الايه، خلال البروتين كومبلكس ده، ادي واحد اتنين تلاته بروتين كومبلكس اهو، تمام؟ و بيحصل لها دخول كده. هنلاقي ان نلاحظ حاجه ان الناد قبل الفات، شوف الناد فين والفات فين، لان الناد هنا بدات في الجلايكوليسس او ظهرت الاول في الجلايكوليسس، الفات ظهرت في اخر خطوه خالص اللي هو او الخطوه اللي قبل الاخيره اللي هي تحويل السكسينيت ل فيوميت، تمام؟ فهنلاقيها داخله من الناحيه دي، انما ده الناد هيخش من ناحيه او ايه، اول بروتون او اول بروتون كومبلكس زي ما احنا شايفين، وتانيهم هما الاثنين فولو لحد ما يخش على الاكسجين يعمل لها ريدكشن وتحول لووتر. اثناء العمليه دي طبعا البروتون هنا بيحصل هنا اختلال في البروتون جريدينت هنا، فبيحصل لها بامبنج، تمام؟ بتبتدي تطلع هي كمان من مين؟ من البروتين كومبلكس ده، وتانيها بقى رايحه زي ما احنا شايفين بتبقى عاليه قوي، كتيره قوي في الانر، في الانتر ممبرين، طالعه بقى في الانتر ممبرين، بتانيها تتحرك لحد ما تخش فين؟ الانزيم ده، خلاص، اللي هو ATP synthesis. بيعمل بقى الطاقه العاليه دي كلها بتحفز ربط البايندنج للفوسفيت جروب مع الاي دي بي اللي موجود في الماتريكس، وتقوم متحولها لاي تي بي، تمام؟ ده كده اسمه الالكترون ترانسبورت شيب. طبعا احنا هنا المفروض الالكترون موتيف فورس اللي كانت طالعه من الالكترون موتيف فورس اللي كانت طالعه من الناد الناد اتش والفات اتش 2 بتتحول لبروتون موتيف فورس، خلاص؟ والبروتون موتيف فورس دي هي اللي بتتنقل ل الانزيم اللي هو مسؤول عن تكوين الاي تي بي، تمام؟ وتعمل الاكسيديتيف فوسفوريليشن. طبعا البروتون بقى اللي احنا شايفينها او الثلاثه سايتس اللي احنا شفناهم اللي هي السيتوكروم سي اكسيد ريدكتيز والاكسيد ريدكتيز والكيو سيتوكروم سي اكسيديز، تمام؟ هنلاحظ برضو ان في اللارج ترانس ممبرين كومبلكسز بتحتوي على مالتيبل اكسيديشن ريدكشن سنترز. السنترز دي بتشمل ايه؟ بتشمل الكوينون، الفلافين، الايرون سلفر كلاسترز، الهيم، الكوبر ايونز، تمام؟ انا دلوقتي لو عايزه اعمل ايه بقى، انهبشن للالكترون ترانسبورت شين، هعمله ازاي؟ هعمل الانهبشن للسلسله دي ازاي؟ طبعا احنا شايفين ان في كام خطوه، ادي خطوه، ادي اتنين، تمام؟ في خطوه كذا خطوه هنا برضو بينيه، ادي خطوه، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، ادي خمسه، في كذا طريقه هنا اهو، ممكن من كل طريق منهم اقدر اعمل انهبشن ازاي. لو انا حطيت مثلا الريتينون، لو حطيت الريتينون، الريتينون ده بيعمل ايه؟ الريتينون ده بيعمل prevents the transfer of electron from complex one to unique او اللي هو الاكوينون by blocking the aquinone binding site. يعني ايه؟ الريتينون ده بيعمل inhibition، خلاص؟ بيعمل inhibition او بيمنع نقل الالكترونات خلال الcomplex one، تمام؟ يمنع نقل البروتونات خلال كومبلكس 1، ده بالنسبه للريتينون او روتينون. نيجي لتاني حاجه المالونيت او الاول مثال اسيتيت، ده يعتبر اسمها بويزونس ازاي؟ تعالوا نشوف بقى الجزئيه دي ونشرحها كويس عشان هي احنا واخدينها في الانزيم. شايفين هنا
المفروض في الكومبلكس ده تمام هنلاقي هنا ان في السكسينات بيتحول لفيوميريت عن طريق انزيم اسمه سكسينات دي هيدروجينيز. تمام، طيب انا لو حطيت المالونيت ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان المالونيت ده يعتبر انهبتور او شبيه للسكسينات. تمام، المالونيت ده هو عبارة عن شبيه للسكسينات، فهو يعتبر كومبيتاتيف مع السكسينات. كومبيتاتيف، فاكرين طبعا كومبيتاتيف دي لما خدناها في الانزيم، فيعتبر هنا المالونيت كومبيتاتيف انهبيتور، يعني بيتنافس مع السكسينات، فيقوم عامل ايه؟ يقوم يخلي يعمل خلل في الانزيم، يخلي الانزيم يتعرف على المالونيت ما يتعرفش على السكسينات. تمام، يعني انا لو زودت كميه المالونيت هنلاقي هنا الانزيم اللي هو سكسينيت دي هيدروجينيز هيقوم بعمل بايندنج مع المالونيت، ما يعملش بايندنج مع السكسينيت، وبالتالي يقوم عامل انهبشن هنا. تمام، لان هنا عندي السكسينيت اتحول لفيوميريت، فالمفروض عارفين فاكرين لما انا قلت ان الفاد اتش 2 بينتج نتيجه تحويل السكسينيت لفيوميريت. تمام، فانا لو الانزيم بتاعنا اللي هو عن طريق انزيم السكسينيت دي هيدروجينيز لو حصل له انهبشن بواسطه المالونيت اللي هو كومباتيتيف انهبيتور، تمام، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه بقى؟ ايه انهبشن اللي هنا مش هيتكون عندي الفيوميريت، وبالتالي الفاد اتش 2 مش هتتكون خلاص، ويبقى انا كده منعت عملت انهبشن لتكوين الفاد اتش 2. تمام، يبقى دي تاني خطوه ان انا بعمل انهبشن لمين؟ للالكترون ترانسبورت شين ده، عن طريق ان انا ضفت المالونيت اللي هو عباره عن كومبتيتيف انهبيتور للانزيم اللي هو هنا مسؤول عن تحويل السكسينيت والفيوميريت للفيوميريت، وبالتالي تكوين الفاد اتش 2. بعد كده احط انتي مايسن ايه ده، انتي مايسن ده بيعمل بايندز مع السيتوكروم سي، تمام، فبرضه نفس الحكايه بيعمل انهبشن خلاص، يبقى هنا الانتي مايسن هنا برضه بيعمل انهبشن للكومبلكس ده، يعني الفولو للالكترونات هنا برضه نفس القصه زي الروتينون. نيجي بعد كده في عندي السيانايد والكربون مونوكسيد والازايد والهيدروجين سلفايد، دول عباره عن بويزونس. بمعنى ايه؟ هما بيعملوا انهبشن للالكترون ترانسبورت شين، بالنهايه بيعمل ايه؟ بيعمل بايندنج مع مور سترونجلي ذان اوكسجين تو الفيروس والكبر سنتر ان سيتوكروم سي اوكسيديز بريفنتنج ذا ريدكشن اوف اوكسجين. هو هنا بيمنع السيانايد والحاجات دي بتمنع الريدكشن للاوكسجين خلاص، ان الغرض كان اصلا عباره عن ايه؟ ان انا يحصل ريدكشن للاكسجين، تمام، اهو الالكترونات يحصل لها ريدكشن، لا الالكترونات هنا بتتشال على جزيئات اخرى، فبالتالي يمنع هنا ريدكشن اوف اكسجين. فالسيانايد هنا او اذر بويزنس زي اللي قلناهم اللي هو الكربون مونوكسيد والازايد والحاجات دي كلها بتعمل انهبشن للالكترونات انها تعمل بايندنج مع الاكسجين. بعد كده في انهبتور الاخير ان انا احط اولوجومايسين. اولوجومايسين ده عباره عن انتي بايوتيك، الانتي بايوتيك ده بيعمل انهبشن للانزيم ده اللي هو السنسيتيز اي تي بي سنسيتيز، بيعمل انهبشن، يعني بعد ما كل ده حصل ممكن بقى ولما البروتون بتبتدي يحصل لها فولو في الانزيم، لا يعمل انهبشن للانزيم خالص فما يحصلش فولو للبروتون خلاله. تمام، يبقى دي كده بالنسبه للانهبشن للالكترون ترانسبورت شين. كده يبقى احنا خلصنا كل جزء دكتور بشوي، ودلوقتي هقول لكم الاسئله اللي موجوده، باقي الاسئله اللي كانت موجوده في البنك الاسئله اللي هي كانت تشوزز والخاصه بجزء دكتور بشوي، ونحلها مع بعض بعد ما شرحنا الجزء ده. ويبقى احنا كده الجزء الاولاني انا كنت شرحاه قبل كده، والجزء الثاني هشرحه دلوقتي، هو عباره عن اربع اسئله بس، فان شاء الله نخلصهم، ويبقى احنا كده قفلنا الجزء دكتور بشوي. تمام، دلوقتي ديت عبارة عن بنك الأسئلة أو أسئلة الاختياري اللي كان الجزء الخاص بدكتور بشوي، الجزء الفاضل بقى. فكان بالنسبة لي احنا كنا واقفين لحد السؤال رقم 60 اللي كان داخل معانا في الامتحان الميد تيرم، دلوقتي هندخل رقم 61 ملغي معانا دلوقتي مش موجود معانا. سؤال رقم 62 وده خاص بجزء دكتور بشوي، بيقول ايه؟ بيقول the enzymes responsible for electron transfer
of transfer to oxygen. الإنزيمات المسؤولة عن انتقال الإلكترونات للأكسجين are located in the mitochondrial. يبقى الإجابة إيه؟ inner membrane. ده لسه قايلينه دلوقتي، إن الإنزيمات اللي بتبقى مسؤولة عن الإلكترون ترانسفر، الإلكترونات لما حصل لها ترانسفر للأكسجين، الإنزيمات دي موجودة فين؟ في الميتوكوندريال inner membrane، صح؟ تمام. طيب السؤال رقم 66 برضو بيقول لك which of the following are functions of the TCA cycle؟ مين من دول عبارة عن function أو وظيفية للـ TCA cycle، أو من يعني الـ TCA cycle بتعملها يعني؟ أول حاجة طبعًا دي الإجابات، أنا كاتبة الإجابات، هي السؤال ده كان كاتب ثلاث إجابات وعامل إجابة واحدة مش حاطط تحتها خط، فأنا يعتبر الثلاث إجابات هم الصحاح، ولو هو هيجيبها في الامتحان يا إما يقولها لي على صورة أكمل، يا إما يجيب لي الثلاث الأربع إجابات ويقول لك ما عاد. تمام، وده كان من ضمن التصحيح في بنك الأسئلة، ده كان من ضمن التصحيح اللي هو دكتور إبراهيم طنطاوي كان قايل عليه التلاتة دول صح. تمام، فلما يجي في الامتحان يا إما هيجيبها لي في صورة أكمل، السؤال ده يجيبه لي في صورة أكمل، أو يجيبه لي كلمة ما عدا ويقوم يجيب لي الاختيار الوحيد اللي كان موجود رقم دي اللي أنا ما خدتوش معايا. بس طبعا إحنا هناخد طبعا الكتاب أو تبع اللي كان محطوط تحته خط، فهنقول إن which of the following are function لل TCA cycle. هو كان قايل ال generation of NAD H، طبعا تكوين ال NAD H و reduced الفلافين، طبعا جابنا سيرة الفلافين ده لما اتكلمنا عن electron transport chain. the formation of alpha ketoglutarate، تكوين الالفا ketoglutarate طبعا موجود اكيد في ال TCA cycle. the oxidation of acetyl coenzyme A produced from glycolysis and fatty acid oxidation، طبعا عملية الأكسدة للأستيل كوينزيم إيه اللي ناتجة من مين؟ من الجلايكوليسيس والفاتي أكسيد أوكسيديشن. تمام، كل ده بيحدث أو ده فانكشن لمين؟ للـ TCA cycle. خلاص، الرقم دي بقى هو ما كانش معانا، وهو كان بيقول لي رقم دي زي utilization of excess ATP generation by glycolysis، طبعا ومعناها استخدام كمية الـ ATP اللي طالعة من glycolysis. طبعا الإجابة دي غلط، لأن الـ TCA cycle ما بتستخدمش الـ ATP اللي طالعة من الـ glycolysis. تمام؟ سؤال 69 بيقول لي the hexose monophosphate shunt pathway is utilized for all of the following except which one؟ الهكسوز مونوفوسفيت شنط أسوي. تمام، ده بيستخدم كل الآتي ما عدا، هو كان مكتوب إيه السؤال؟ مكتوب الإجابات كلها كان formation of ATP و generation of NADPH و ribose 5 phosphate synthesis، ribose 5 phosphate degradation و synthesis of pentoses. طيب هو بيقول لك كله ما عدا، طبعا الهكسوز مونوفوسفيت إحنا قلنا إن هو ما بيكونش ATP، احنا هنكون هو بيعمل هو باسوي او الترناتيف باسوي من الميتابوليزم اوف جلوكوز، ولكن ما بيكونش اي تي بي. تمام، يبقى انا لما اقول اكسبت يبقى اكسبت فورميشن اوف اي تي بي. طيب سؤال رقم 100 اللي هو بيقول ان ذا جلوكونيوجينيسيس، في عمليه الجلوكونيوجينيسيس او عمليه تكوين الجلوكوز، ايتش اوف ذا فولوينج از نيدد فور ذا كونفرشن اوف بايروفيت تو فوسفوينيل بايروفيت. كله بيكون البيروفيت من الفوسفوينو البيروفيت ما عدا مين؟ سؤال رقم 100 هنا هو بيقول ايه عشان نبقى فاهمين السؤال؟ بيقول المفروض ان انا كنت برجع احول البيروفيت لفوسفوينو البيروفيت. تمام، فوسفوينو البيروفيت ديت علشان اجيبها من البيروفيت لازم يبقى في عندي ايه؟ يبقى في عندي انا هيخش لي ايه؟ بيروفيت كاربوكسيليز. تمام، ويطلع معايا الكربون دايوكسيد وجيتي. تمام، لكن البيروفيت كاينيز هي العمليه العكسيه اللي هي ايه؟ اللي هي الحصول على البيروفيت من الفوسفوينو البيروفيت. تمام، فيبقى المفروض ان كل اللي كانوا معايا الاجابات اللي كانت موجوده اللي هي كانت كربون دايوكسيد وجي تي بي وبيروفيت كاربوكسيليز، وكان الاجابه اللي هي بيروفيت كاينيز هي دي الاجابه الصحيحه، ان هي ديت اللي ما تنفعش في تكوين الفوسفوينول بيروفيت من البيروفيت. تمام، كده دولت كانوا اسئله البنك الخاصه بجزء دكتور بشول.
كده يبقى احنا خلصنا جزء دكتور بشوي. ان شاء الله برضو باقي اسئله البنك الاختياري الخاصه بدكتوره سماح هنبقى نشرحها برضو كلها على بعض متجمعه، عشان يبقى احنا كده خلصنا الجزئين اللي هو خاص بدكتور بشوي دكتوره سماح، ويبقى اللي فاضل كله عباره عن جزء دكتور ابراهيم طنطاوي، ويبقى احنا برضو بنخلصه ان شاء الله. بالمرة يا جماعة عايزين بس برضو نشوف التصحيح بتاع البنك تمام لجزء دكتور إبراهيم طنطاوي. السؤال الأولاني اللي هو كان بيقول The steps in glycolysis between glycerol triphosphate and pyruvate involve all of the following except. وكنا قايلين اللي هو الإجابة بتاعتنا نات اتش ل نات اتش بلس. طبعا وكان من ضمن الإجابات utilization of by. الإجابة دي غلط خالص، بنشيلها من السؤال تمام، بتحذف من السؤال. سؤال رقم 10 اللي هو بيقول لك the glycogen level in skeletal muscle is a function of amount of exercise, conditioning, length of time since last meal with diet. طيب الإجابة كانت إيه؟ وكان في ناس بتقول إن الإجابة حاجة تانية، كان بيقولوا الإجابة دي أو سي الله أعلم مش فاكرة، بس الإجابة الصحيحة زي ما هو الدكتور كاتب إيه؟ اللي هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة، إن الجلايكوجين ليفل مستوى الجلايكوجين في السكيلتال مسل ده فانكشن لمين؟ للأماونت أوف إكسرسايز تمام؟ والكونديشننج واللينث أوف تايم سينس لاست ميل والدايت تمام؟ نيجي للسؤال رقم 17. سؤال رقم 17 بيقول ايه؟ The reaction which irreversibly commits sugar to the glycolytic pathway is catalyzed by. يعني ايه؟ التفاعل اللي بيبقى irreversible commits sugar، بيطلع sugar بس بطريق يعني غير مباشر، او يعني irreversible يعني ما بيرجعش تاني تمام؟ irreversible يعني بيروح في اتجاه واحد ما بيرجعش تاني to the glycolytic pathway، في عمليه الجلايكوليسيس. كاتالايزد باي، احنا كنا الاجابه كانت فوسفوفراكتوكينيز، وكنا قايلين معاها هيكسوكينيز او جلوكوجينيز. لا، هي الاجابه هتبقى فوسفوفراكتوكينيز فعلا. طب ليه؟ لان يعتبر الفوسفوفراكتوكينيز هي الاول خطوه في تكوين الجلايكوليسيس. الهيكسوكينيز والجلوكوكينيز هي صحيح الريفرسبل، ولكن دي تعتبر اكتيفيشن بس، اللي هي عمليه تحويل الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات تمام. ولو افتكرنا ان انا لما كان الجلاكتوز بيحصل له برضو عمليه تخش في عمليه الجلايكوليسيس، هو كان بيبدا من جلوكوز 6 فوسفات، يبقى انا عندي بدايه الجلايكوليسيس بتبدا من الجلوكوز 6 فوسفات، فيعتبر اول انزيم اللي هو الريفرسبل معايا في الجلايكوليسيس او بيستخدم في الجلايكوليسيس هو الفوسفوفراكتوكينيز تمام. برضو لازم ناخد بالنا من حاجه، ان الفوسفوفراكتوكينيز هو عباره عن اللوستريك، الالوستريك هي اللوستريك انزيم، وبالتالي هو الريفرسبل. اللوستريك بتاعته عاليه تمام، فبالتالي ايه هو الريفرسبل اكتر خلاص، وبالتالي هي الاجابه بتاعتنا زي ما الدكتور كاتب ان هي فوسفوفراكتوكينيز. نيجي للسؤال اللي هو كارنيتين، ده كان جزء كان خاص بجزء دكتوره سماح في الليبت. الكارنيتين ترانسفير فاتي اسيد فروم سيتوسول تو ميتوكوندريا تو بي اوكسيدايز. طيب الكارنيتين ده احنا كنا قايلين وقتها ان الكارنيتين بينقل، هو ده بيبقى موجود في الانر ممبرين تمام بتاع الميتوكوندريا، فبيقول ان هو كارير خلاص، بس كنا قايلين ان هو بيحول او بينقل الاسايلكو انزيم ايه. هو طلع ان هو عادي سواء قلنا فاتي اسيد او اسايلكو انزيم ايه، الاجابه صحيحه، وفعلا هو بينقلها من السيتوسول للميتوكوندريا عشان يحصل لها اوكسيديشن، فالاجابه دي صح يا جماعه مش غلط. يبقى الاجابه دي بدل ما تبقى غلط، لا هي صح، الاجابه دي صحيحه تمام. وبالتالي السؤال رقم 92 كان صح، هو كده كده اصلا 92 اتلغى من معانا تمام. فالكارنيتين ترانسفير فاتي اسيد فروم سيتوسول تو ميتوكوندريا تو بي اوكسيدايز، الاجابه دي صح مش غلط. نيجي للسؤال اللي هو كان في الصح والغلط، اللي السؤال اللي كان بيقول لك لايبوبروتين، ذا لايبوبروتين ويز فاستست موبيليتي اند ذا لوست تي جي
and high cholesterol contents are HDL. بصوا هو الإجابة دي صح لسبب إن هو ال HDL هو عبارة عن لايبوبروتين ليه fastest mobility وليه lowest TG أو triglyceride، ولكن إحنا هنعمل نجنب خالص أو نشيل ال high cholesterol دي، هنشيلها خالص وكأنها مش موجودة. تمام؟ هنعتبر إن ال high cholesterol content ده مش موجودة تماما، فبالتالي الإجابة دي هتبقى صح مع عدم الاعتبار إن مفيش هنا high cholesterol. تمام؟ طيب هو السؤال 66 اللي لسه قايلاه دلوقتي اللي هو which of the following are function of the TCA cycle. احنا قلنا هو مديني ثلاث اجابات حاطط لي تحتهم خط واجابه واحده مش محطوط تحتها خط، فالثلاث اجابات صحيحه، فلنعتبر السؤال ده ممكن يجي بعد كده في صوره يا اما اكمل يا اما في صوره ما عدا، يقول لك ما عدا، فاحنا في الحاله دي بنجنب ده. تمام؟ هنجنب الاجابه دي لان هي زي utilization of excess ATP generated باي جلايكوليسيس، دي الاجابه الخاطئه. تمام؟ واكيد ان شاء الله في الامتحان مش هتبقى الاسئله خاطئه، يعني اكيد هتيجي بالصوره الافضل وبالصوره الصحيحه. كده دي عباره عن الاسئله اللي كانت فيها مشاكل او كان فيها اخطاء في شيت او في بنك الاسئله في البايو. الباقي اللي كان فيه اخطاء الدكتور لغاه، اللي كان فيه اخطاء الدكتور خلاص لغاه. تمام؟ كده أنا خلصت الحاجة أو الجزء الأولاني من فيديو النهاردة اللي هو كان جزء دكتور بشوي وباقي الشرح بتاعه والأسئلة اللي كانت موجودة في البنك الأسئلة والتصحيح الأخطاء. دلوقتي أنا همسك سؤال مقالي من أسئلة جزء دكتور إبراهيم طنطاوي. السؤال ده رقم سي، السؤال ده رقم سي. تمام؟ في جزء دكتور إبراهيم طنطاوي صفحة 25. تمام؟ السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول give a brief account on the following. اعطي سبب اسباب brief يعني بإيضاح. تمام؟ give a brief account on the following. brief يعني بإيضاح. تمام؟ clinical importance of transaminase enzymes. clinical importance of transaminase enzymes. الأهمية الطبية للترانس امينيز انزيمز. فاكرين انا كنت شارحه الترانس امينيز انزيمز في فيديوهات قبل كده. خلاص؟ ترانس امينيز انزيمز اللي هم مين؟ نفتكر ال ALT وال AST. تمام؟ هو عايز نعمل بريف اكونت عنهم في ايه بقى؟ ان اسسمنت اوف كاردياك اند ليفر فانكشن ديزيزز. في عمليه الاسي. الاسي ده اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا اعمل يعني فحص، خلاص، في حالة الفحص لأمراض الكبد والقلب. تمام؟ لما باجي عايزة أفحص أو عايزة أعرف إذا كان في أمراض للقلب ولا للليفر للكبد، فبستخدم التست ده أو اللي هو الـ ALT والـ AST. طب نيجي بقى نشوف الإجابة بتاعتنا. أول حاجة هتكلم كده مبدئياً، هقول على إيه هو الـ ALT موجود فين والـ AST موجود فين. فهقول إن الـ ALT عبارة عن سيتوبلازميك إنزيم، خلاص، هو إنزيم بيبقى موجود في السيتوبلازم فقط، located in high concentration in liver cells، بيبقى موجود بكميات أكبر في الليفر سيلز، it found in less quantity in muscle and kidney، بيبقى موجود في كميات أقل في المسل والكدني. نيجي بقى هنا على الـ AST، ده cytoplasmic and mitochondrial enzyme located in many body tissue زي الـ heart والـ liver والـ muscle والـ RP cells والـ brain والـ lung والـ pancreas والـ kidney. تمام؟ كده أنا قلت مين هو الـ ALT مين هو الـ AST. تمام؟ وده موجود فين وده موجود فين. بعد كده هقوم قايلة إيه؟ هقوم قايلة إن الـ ALT والـ AST enzymes دي are normally intracellular، يعني هم في الطبيعة داخليا انزيم، انزيمات داخليه، انتراسيلولار انزيمز، داخل الخلايا، انزيمات داخل الخلايا، with the low levels found in the plasma، وفي كميات قليله بتبقى موجوده في البلازما، representing the release نتيجه ايه؟ نتيجه خروجهم
من السيلولار كونتنت اثناء مين؟ اثناء النورمال سيل تيرن اوفر. والكلام ده شرحناه، لما بيحصل تيرن اوفر للخلايا فبيقوم طالع جزء من مكونات الخلايا بره في البلاد ستريم، تمام؟ فمن ضمنهم الانزيمات دي، فبتبقى بنسبه معقوله وبتبقى نسبتها قليله، تمام؟ و يعني نسبتها دي ما تعتبرش حاجه او ما يبقاش نسبه مرضيه. The presence of elevated plasma levels of aminotransferases indicates damage to cells reaching these enzymes. لو بقى توجد كمية أو ارتفاع في نسبة الإنزيمات دي اللي هي الأمينو ترانسفيريزز ده، ده يدل على إن في دامج في الخلايا. خلاص؟ الخلايا اللي هي فين؟ الخلايا اللي بتحتوي على الإنزيمات دي. معنى إن أنا الإنزيمات دي طلعت بره يبقى في دامج في إيه؟ في الخلايا. خلاص؟ all elevation هنلاقي هنا ال ALT elevation ارتفاع نسبة ال ALT reflects the liver damage or indicates liver disease. يعني هي بتعبر ال ALT elevation ارتفاع نسبة ال ALT ده بيعبر عن ان في مشكلة في الليفر او بيبقى في دامج في الليفر، تمام؟ طب ال AST، ال AST elevation ده also reflect damage to the hepatic cells ولكن but it is less specific for liver disease. هي بتبقى اقل specific للليفر ديزيز. This test ordered to help ايه؟ to help diagnosis للvarious heart muscle or brain disorders such as heart attack. يبقى هنا ال AST بتستخدم اكتر لمين؟ للهارت، تمام؟ تعتبر diagnosis اكتر لامراض القلب، تمام؟ او المايوكارديال. نيجي هنا بيستخدم بقى، بقوم مستخدمه حاجه اسمها الريتس ريشيو. بستخدم هنا ريتس ريشيو اللي هو ديسكرايب ذا ريشيو بتوين ذا سيرم ليفلز اوف اي اس تي اند اي ال تي. يبقى الريتس ريشيو ده بيعمل ديسكرايب او بيوصف النسبه اللي ما بين السيرم ليفلز اي اس تي والاي ال تي. This ratio decrease النسبه دي بتقل في حاله ايه؟ الليفر ديزيز، في امراض الكبد. ده معناه ان الاي ال تي اكتر من الاي اس تي، تمام؟ طيب this ratio increases في الهارت ديزيز، معناها ان الاي اس تي از مور اكتر. طيب وبرده ان توكسيك الكحوليك ليفر دامج، الاي اس تي هنا اكتيفيتي رايسس بتعلى او بتزيد، وير هنلاقي ان دي ريتس ريشيو اكسيدز، بتعدي الاثنين، لان النسبه الاساسيه او النسبه النورمال بتاعت الريشيو دي اللي هي الاي اس تي للاي ال تي ريشيو بتبقى من 1 لـ1.3، تمام؟ واحد بتبقى النسبة 1 أو 1.3، لكن لما تعدي الاثنين ده معناها انها ايه؟ انها بتبقى في مشكلة او في الكحوليك ليفر دامج. ان فيرال هيباتيتس دي ريتس ريشيو بتبقى ديكريزز، ده معناه ان الاي ال تي هي الاعلى. This ratio increases in obstructive jaundice او كولستيتس والليفر سيروسز، while ALT and AST activity increases بس slightly، تمام؟ يبقى ده إجابة السؤال اللي هو رقم C number 1 أو number I في C، خلاص؟ اللي هو بيتكلم عن الكلينيكال امبورتانس للترانس أمينيز انزيم ALT والAST، تمام؟ وأنا الكلام ده شرحته قبل كده في فيديوهات قبل كده، الناس اللي هي حابة ترجع للفيديو تشوفه تاني فهو موجود على القناة. كده النهاردة إن شاء الله أنا خلصت كل حاجة أو خلصت الجزء اللي أنا بشرحه. شكرا جزيلا ليكم، وإن شاء الله مع فيديو جديد بإذن الله نشرح فيه أو نكمل فيه بقية شرح البايو مع بقية الأسئلة. شكرا جزيلا.